ينضم إلينا لمزيد من المناقشة والمتابعة فين دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود برحب بحضرتك معنا إلى هذه التغطية على شاشة إكس نيوز. دكتور محمود، يعني كيف تابعت كلمة السيد الرئيس بالأمس في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وإلى أي مدى هذا المؤتمر يساهم في وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة القادمة؟ تفضل. خالص تحية فندم لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن يعني هذا المؤتمر يمكن النظر إليه من ناحيتين، أولا الناحية الشكلية في استعراضه وفي العدد المشاركين فيه وفي بثه بالطريقة المباشرة، إنما يؤكد على أن هذه يعني تعبر عن خارطة طريق تشاركية ليس فقط بين كل من حضروا سواء كانوا من الحكوميين أو المارسين أو حتى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأكاديميين، ولكن أستطيع أن أقول أن كل أطياف الشعب المصري وكل المواطنين شاركوا في هذا المؤتمر، وده يمكن بيؤكد على القدر الكبير من الشفافية في استعراض ما يعاني منه الاقتصاد المصري، وكمان استعراض الخطط المستقبلية التي تتماشى مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن. ويمكن جاء في ذات السياق كلمة السيد الرئيس التي كانت فيها قدر كبير من المصارحة والمكاشفة، والتي أكدت على يعني وأزالت لبس في كثير من الموضوعات، سواء ليس فقط مختزلة في النواحي الاقتصادية ولكن النواحي الثقافية وحتى النواحي السياسية. هذا من الناحية الشكلية. من الناحية الإجرائية يمكن خروج التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ويمكن والأكثر من ذلك في هذا الأمر وهو يعني وجود لجنة سوف تتابع هذه التوصيات وسوف تضع تقرير كل 3 شهور أمام القيادة السياسية عن ما تم إنجازه من هذه التوصيات والمتابعة في هذا الشأن. ويمكن كمان الإقرار بعمل مؤتمر اقتصادي كل عام بنتابع فيه ما تم إنجازه من هذه الأعمال. يمكن من يتابع بدقة كلمة السيد الرئيس زي ما ذكرت لحضرتك أنها أزالت لبس في كثير من الأمور. خليني أعطي لحضرتك مؤشر واحد فقط، وهو الحديث مثلا عن وثيقة ملكية الدولة واللي بتتضمن في مجملها يعني التخارج الدولة من بعض الأنشطة وإفساح المجال أكبر للقطاع الخاص، وهذا طبعا لا يعني إطلاقا خروج كامل للدولة ولا يعني بيع وصول الدولة للقطاع الخاص، وإنما العملية عملية تشاركية. يمكن مش بس كده، تأكيدا على كلام حضرتك دكتور محمود وأيضا عدم صدور أو إصدار أي قرار من أي جهة أو من أي قطاع إلا برجوع للحكومة المصرية. بالضبط. هذا يعني، لكن كان السؤال اللي ملتبس لدى كثيرين هو لماذا هذا التوقيت بدأت الدولة تفكر في إفراد المساحة للقطاع الخاص ولم يكن هذا منذ البداية؟ يمكن من يتابع كلمة السيد الرئيس يجد إجابة شافية في هذا الإطار ولها المنطق الاقتصادي الحكيم في هذا الأمر. التوقيت نفسه كان مختلفا، المتطلبات الاقتصادية كانت مختلفة، ولا توجد دولة في العالم إن كانت تفكر تفكيرا اقتصاديا صحيحا أن تسير على سياسة اقتصادية واحدة طوال الوقت. الظروف التي كانت في السابق كانت تقتضي تدخل الدولة بشكل مباشر لإنجاز كل هذه المهام اللي أسفرت عن نتائج، كما يعني إجمال هذه النتائج في الإشادات الدولية المستمرة سواء من المؤسسات الدولية أو الإقليمية. الأمر الآن نظرا لظروف الكوفيد وظروف الأزمة الروسية الأوكرانية إنما الأمر يقتضي وجود أيديولوجية جديدة تشاركية يمكن أن تتغير بتغير المقتضيات التي يتطلبها طبعًا العالم الآن، وده اللي أدى إلى ظهور وثيقة ملكية الدولة. وده يمكن دكتور محمود إن دل على شيء يدل على أن الدولة المصرية هي حريصة بشكل كبير على تنمية كل هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في ظل هذا المؤتمر الاقتصادي. خلينا نروح لنقطة هامة حضرتك ذكرتها في بداية حديثك، وهي يعني إعلان السيد الرئيس بعقد هذا المؤتمر الاقتصادي بشكل سنوي. إلى أي مدى سيساهم في جذب العديد من الاستثمارات الخارجية في مناقشة ما تم إنجازه من خلال المؤتمر السابق وفي عرض حتى الإنجازات المصرية وتوفير أيضا فرص عمل؟ يمكن في كلمة السيد الرئيس أيضا لمن يدقق ويتابعها كان التأكيد بشكل أكبر ليس فقط على التوصيات وإنما على تنفيذ
وآليات تنفيذ هذه التوصيات. فيما يتعلق بتأثير ذلك الأمر على جذب الاستثمار سواء محلي أو أجنبي، خليني أذكر لحضرتك أن المستثمر أيا ما كان وضعه، وخاصة إذا كان مستثمرا أجنبيا، غاية ما يعني داخل اقتصاد أي دولة يستهدف أن يستثمر فيها هو درجة التأكد أو درجة اليقين أو حتى درجة الشفافية التي يتمتع بها اقتصاد دولة معينة. يمكن وجود مؤتمر بهذا الشكل سنويا تعرض فيه كافة الأمور ويذاع على الهواء مباشرة للقاصي والداني، ده يؤكد ويعطي قدر كبير من اليقين لدى المستثمر أن الوضع داخل الدولة فيه قدر عالي من الشفافية، فيه قدر كبير تهيئة بيئة الاستثمار، وما تحدث عنه أيضا السيد الرئيس يؤمن أموال أي مستثمر. صحيح، وحتى رئيس مجلس الوزراء، منها طبعا تبسيط الإجراءات وحتى الإطار. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.